وريال مدريد خسر، ليفربول خسر من ريال مدريد وخسر اللقب. بس عايز اقول ان ليفربول السنه دي رغم ان ما خدش القاب كتيره، بس وصل لاخر درجات النجاح، لاخر درجات النجاح. يعني خد كاس الرابطه في انجلترا، وخد كاس الاتحاد الانجليزي، ووصل كان الجوله الاخيره في نهائي الدوري او اخر جوله في الدوري، كان خلاص ما بينه وما بين مانشستر سيتي، وخسر اللقب في اخر 5 دقائق. يعني كان هياخد اللقب بس الخطوه الاخيره. وفي دوري ابطال اوروبا كان هو ليفربول افضل من ريال مدريد امبارح، وكورتوا حارس ريال مدريد انقذ ريال مدريد من خساره امام ليفربول. يعني كان خلاص ليفربول ممكن يحقق كل حاجه، بس في حاجات كتير او حاجتين اتاخدوا منه في الثواني الاخيره. لكن ده مش فشل، عشان في ناس بتقول فشل، لا ده مش فشل، ده يعني عايز اقول ايه، عارفين قمه النجاح، ده الدرجه اللي تحت قمه النجاح، اللي انت بتوصل لاخر خطوه بس ما بتوفقش. يعني امبارح عدم توفيق لليفربول، ومحمد صلاح بالذات في عدم احراز اهداف في الفرص اللي جت. وكان على فكره محمد صلاح امبارح كان كويس، احسن لعيب في انجلترا وهداف الدوري الانجليزي.